الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا، كل من كان أجمع للشروط المعتبرة في الأذان شرعا فهو أحق به. كل من كان أجمع للشروط المعتبرة في الأذان شرعا فهو أحق به. ويتكلم الفقهاء تحت هذا الضابط عن الشروط المعتبرة في الأذان، وهناك شروط أصلية لا يمكن أن يتنازل عنها، وهناك شروط كمالية في المؤذن. فمن كان أجمع للشروط المعتبرة في المؤذن فهو أحق به، كأن يكون صيتا، فإن قوة الصوت من الشروط المعتبرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى الأذان ألقه على بلال فإنه أندى، أي أعلى وأرفع صوتا منك. ولأن المقصود الأعظم في الأذان هو الإعلام، فكلما كان صوت الإمام أقوى وأجهر كلما كان أدخل في تحقيق المقصود الشرعي. فلو تعارض عندنا مؤذنان، أحدهما يتكلم في بطنه والثاني يتكلم، إذا تكلم أسمع، فلا جرم أن أشدهم جهرا وأقواهم صوتا هو الذي يختار مؤذنا. ومنها العلم بالأوقات، فإن مبنى التأذين على معرفة الأوقات، حتى لا يتقدم عن الوقت قبل دخوله أو يتأخر عنه بعد دخوله فيغرر بالناس. وهذا من الشروط الأصلية الأساسية التي لا ينبغي أن يتنازل عنها. وإن كنا في هذا الزمان قد استعاض كثير من المؤذنين عن مراعاة الأوقات بحركة الشمس بهذه الساعات الجديدة، لكن لا غنى لنا عن اشتراط هذا الشرط. ومن الشروط المعتبرة أن يكون أمينا، أن يكون أمينا. ففي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح لغيره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، واغفر للمؤذنين. فهو أمين على عبادات الناس وعلى إفطار الناس وعلى صيام الناس وسحورهم وغيرها. فكلما كان المؤذن أشد أمانة وأتقى وأورع وأخوف لله عز وجل كلما كان هو الأحق بالأذان. ومنها اختيار الجماعة لتأذينه، ولذلك قال في الزاد: أو من يختاره الجيران، لأنهم إذا سمعوا أذانه وقلوبهم تختاره وتحبه فهذا أدعى لترديدهم خلفه. وأما إذا سمعت أذان من بينك وبينه شيء من وقفات النفوس فلربما وجود الشحناء والبغضاء تجعلك لا تردد، لا سيما إذا كان الإنسان ضعيف البصيرة والعقل. ومنها أيضا اختلف العلماء هل يشترط في المؤذن أن يكون بصيرا؟ الجواب: القول الصحيح عندي أنه شرط في المؤذن إلا إن كان ثمة من المبصرين من يخبره، فقد كان من جملة مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، لكن لم يكن يتولى الأذان بنفسه، وإنما كان برؤية نفسه أو باجتهاده، وإنما كان له من يخبره، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي بالصلاة حتى يقال له: أصبحت أصبحت. متفق عليه، وفي آخره إدراج. ومن الشروط أيضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العدالة، أهي شرط أو لا؟ الجواب: الحق الحقيق بالقبول أن المؤذن لا بد أن يتوفر فيه شرط العدالة في الظاهر،
فلا يجوز أن يولى في أذان المسلمين من كان فاسقا، لأن الفاسق غير مقبول الشهادة في ذاته، فكيف نقبل روايته أو خبره في أن الوقت قد دخل؟ فهو غير مأمون على عبادة نفسه، ومن ليس بمأمون على عبادة نفسه كيف يؤتمن على تعبد غيره؟ لكن لو أن الفاسق أذن فهل يصح أذانه أو لا؟ الجواب في صحته خلاف بين العلماء، والقول الصحيح عندي صحته إذ لا دليل على بطلانه، لكن لا ينبغي أن ينصب مؤذنا للمسلمين. ومن المسائل ومنها أيضا لو تعارض رجل جميل الصوت ومتوسط الصوت فأيهما أدخل في تحقيق الشروط المعتبرة شرعا؟ الجواب جميل الصوت، فكلما كان المؤذن أجمل صوتا كلما كان هو المقدم، فجمال الصوت مطلوب في الأذان، ودليل ذلك ما في صحيح ابن خزيمة من حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان. ولأن المؤذن إذا كان جميل الصوت كالأخ هيثم بارك الله فيه فلا جرم أن النفوس تميل لاستماعه، ومع الاستماع تردد، ولأنه أخشع للنفوس وأدعى للتدبر والتأمل في عظم هذه الدعوة لأعظم شعيرة بعد التوحيد، لأعظم شعيرة بعد التوحيد.